اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. في الحلقه الماضيه اشرنا الى انه الاحاديث، يعني رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ما تحدث به واحد من احاديثه، وقلنا انه هذا يعني تفوه به او قاله قبل ان يسافر الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعيه العامه المتحده، واللي هو حديثنا اليوم هذا. واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين هذه دورية تعقد سنويا في مثل هذا الوقت في مثل هذا التوقيت، يذهب كل رؤساء العالم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقوا خطاباتهم، يلتقون وتعقد اجتماعات وتقوم فيما بيناتهم، يعملون يعني تجمعات معينة اجتماعات معينة، وكل رئيس يعني له توقيت معين يلقي خطاب في الجمعية العامة المتحدة يعبر عن شؤون بلده، عن احتياجاته، عن المشاكل التي يعانيها، عن تطلعاته وطنيا اقليميا دوليا، عن علاقاته، عن المشاكل، هكذا جرت الامور. والعراق كان يعني من مؤسسي الامم المتحدة، من مؤسسي الجمعية العامة المتحدة، يعني منذ تأسيس الدولة العراقية وبعدها ودخل في الامم المتحدة في أواخر الثلاثينات، وكان يعتبر من دول المؤسسة للأمم المتحدة، وكان تمثيله بغض النظر عن شكل النظام ملكي جمهوري، كان تمثيله واضح وتمثيله له هيبته وله ثوابته طوال هذه السنوات لغاية 2003. بعد 2003 شكل الدولة بالعراق شكل أميبي، لا تعرف حقيقته، لا تعرف من يمثل من، يعني هذا عراق من؟ هل هو عراق الكاظمي، عراق الجعفري، عراق المالكي، عراق العبادي، عراق لا تعرف، كل واحد يدعي انه هو صاحب هذا العراق، واهل العراق يعني فاقدين لهذا، والعراق فاقد من صاحبه، وهو فاقد حقيقته، هذه يعني الكل يمثل العراق والعراق غير ممثل. الكل يدعي يعني بالواقع الكل يدعي تمثيل العراق والعراق غير ممثل في عند كل هؤلاء حقيقة. في ربما في عام 2005 عندما كان الطلباني رئيسا ما يسمى برئيس العراق، جاءت الدعوة لحضور وجاء وقت اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، فذهب الطلباني وذهب الجعفري اللي كان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري. الكل يدعي أنه هو من يمثل العراق وهو الأحق والدستور جاهز. طبعا هذا الدستور مصيبة، الدستور قادر أن يفسر كل الأشياء لصالح الكل، يعني هوى مع هوى السلطة، هوى الذين يعني يشغلون باله ويملون جيوبه، فبالتالي المحكمة الاتحادية تفسر الأمور مثلما يريد أصحاب السلطة، وجرت هذه الأمور كثيرة، يعني هذا ليس اتهاما لكن هذا واقع الحال وهم يقولون هكذا، وبالتالي الكل يدعي انه هو دستوريا هو الاحق في ذلك. فذهبوا الى نيويورك، وجلال الطلباني استغل فرصه ويعني قفز الى المنصه ليلقي الخطاب باسم العراق كرئيس العراق، والجعفري لم يجد يعني مجالا من هذا، زعل من هذه القضيه ابراهيم الجعفري، ذهب ما اعرف وين متحف ما اعرف شنو، والطلبان التقى بوش والجعفري التقى برامسفيلد وزير الدفاع، وهكذا يعني العاب للاطفال، العاب مشينه لا تمثل الدوله، لا وجود للدوله الحقيقه بهذا الشكل. واخر هذه الاشياء ربما يعني هذا ليس على مستوى الامم المتحده فقط، بس على مستوى حتى المنظمات، ومن ضمنها الجامعه العربيه، اخرها الجزائر، يعني تم الاتفاق على ان تعقد الجزائر قمة عربية في شهر تشرين الثاني القادم، شهر 11 القادم أعتقد. فوجهت دعوة، توجه دعوة كل الدول التي تكلف بعقد القمة عندها، توجه دعوة إلى رؤساء تلك الدول، ورؤساء تلك الدول العربية إما أن يحضر أو يكلف أحدا للحضور بدلا أو لا يحضرون، هذه سياستهم تبقى، لكن أن يوجهون دعوة واحدة، لكن للعراق يوجهون دعوتين، وجهوا دعوتين الجزائر في هذه المرة قبل أيام، دعوة لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ودعوة لبرهم صالح رئيس الجمهورية، وهذه لم تحدث من قبل لأن لا يعرفون،
والمشكلة ليست في الجزائر، المشكلة في هذا الشكل، النظام الذي يحكم العراق منذ 20 سنة، نظام أبيبي لا تعرف امتداداته وأرجله وأيديه، لا تعرف حركته وطبيعته. فشكل هذا النظام لا أحد يعرفه ولا أحد يفهم يعني ملابساته. فلذلك جزء منها هذا الموضوع. المتحدث باسم مجلس الوزراء الحالي قال أن مشاركة مصطفى الكاظمي لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسيا. يعني هو العراق أساسا حتى يمثل نفسه دبلوماسيا يجب أن يكون دولة، يجب أن يكون مستقرا، يا سيادة استقلال له شكل واضح. أما أن يعني أمريكا تفرض على العالم شكل معين هو شكل مفترض غير حقيقي غير واقعي، والجماعة اللي يحكمون العراق يصدقون هذه الكذبة وهم يعرفونها كذبة ويصدقونها ويريدون أن من العالم أن يصدقها، هذه كارثة الكوارث. يعني هم يدركون أنه لا نظام في العراق، وأن النظام في العراق بشكل النظام في العراق شنو هو، حتى تمثيل العراق دبلوماسية له أهمية في تمثيل العراق دبلوماسية. أي دبلوماسية؟ ما هي سياسة العراق؟ ما هو شكل سياسة العراق لكي يمثله العراق؟ كل واحد يجرب صفحة، الميليشيات تقول شيء وهي الحاكمة والحكومة تقول شيء، تستحي وبعد فترة تجاوب. في السفارات في داخل بغداد تقصف من قبل الميليشيات بالصواريخ والحكومة ساكتة تحقق، رئيس الوزراء نفسه يقصف بيته والحكومة تحقق وتشكل لجان وهكذا، ويخرج ميليشياوي يتهدد الحكومة ويتهدد الدول علنا ويتكلم بكلام عكس السياسة التي يقولها رئيس الوزراء وتقولها الحكومة ولا أحد يحاسبه. فإذا وين شكل الحكومة الذي يتحدثون عنه؟ وين شكل الاستقرار؟ ما شكل السياسة التي يمثلها العراق دبلوماسيته؟ العراق حتى يكون لها أهمية تمثيل العراق دبلوماسية يجب أن تكون عند العراق سياسة معينة. ما هي سياسة العراق؟ سياسة العامة، سياسة الاقتصادية، سياسة الاجتماعية، سياسة الإقليمية، قبلها سياسة الوطنية وسياسة الإقليمية وسياسة الدولية، ما هي؟ هو تابع ليس أكثر، يعني ساحة لصراعات الآخرين، ورقة تستخدمها كل الدول كل القوى تستخدمها لتحقيق مصالحها. إيران متغولة عليه وتحكمه، أمريكا متغولة عليه وتحكمه، وساحة لصراعات أجهزة استخبارات ومخابرات ومصايب. هذا واقع العراق. فأي تمثيل دبلوماسي مهم يمثله العراق؟ وشنو أهمية العراق؟ وشنو وزنه؟ عدا أنه يعني بير نفط يصدر النفط، عدا هذا شنو هو؟ عدا أنه أمريكا دمرته لصالح مشروع معين، شنو العراق؟ خلي يقولون البلد اللي ما يصون شعبه واللي ما يخلق تجربة تنموية ناهضة، تجربة لامعة مو ملمعة، والعالم ينظر إليها باحترام، هذا مو بلد مو دولة. ما هي التجربة التي صنعتموها طوال 20 سنة؟ تجربة بائسة رثة غريبة عجيبة، فساد وخراب ودمار ونفاق وكذب وخضوع هذه. وبالتالي العراق بلا شخصية، العراق لكي يكون ذو وزن، ليكون مالي منصبه، يكون مالي مكانه، العراق ليس اسما فارغا، ليس طبل تدق عليه مثل ما يعجبك وتقول عراق وأنا عراقي، هذه كذبة كبيرة. العراق كيان وجذور وتاريخ وحضارة وهيبة وهوية وقدرة وأقدام ثابتة على الأرض، وقدرة على خلق تجربة تنموية والنهوض بأهله وبناسه واحتضانهم، هذا هو العراق. أما أن تتحدثون بهذه الطريقة بعد 20 سنة من خراب ودمار وتجربة من أسوأ تجارب الدنيا شاذة، وتقولون إحنا دولة لنا تأثير دبلوماسي ولنا تأثير في العالم وإحنا لدينا قدرة والعالم يحترمنا، هذه كذبة أضحكوا بها على أنفسكم. يعني لا توجد مثل هذه الطروحات في كل العالم إلا في العراق، لذلك نظام شاذ. لكن ربما البعض يسأل طيب شلون هذا النظام موجود؟ هذا موجود بالإرادة الأمريكية. أمريكا لو سحبت يدها وقالت للعالم أنه تخلت عن هذا النموذج الذي صنعته، هذا النموذج المشوه، هذا النموذج الشاذ الذي صنعته منذ عام 2003 لحد الآن، للعالم كله سحب اعترافه بهذا الموجود في العراق، ولقالوا عنه أشياء كثيرة غريبة عجيبة والكل يجمعون عنه.
يجمعون عن فساده، عن خرابه، عن عدم قدرته، عن شخصيات الكرتونية التي تحكم العراق، بدءا من الحكومة وصولا إلى السفراء، من الوزير إلى الكفير. هذه كارثة كبيرة، وبالتالي تتحدثون، وهذا الحديث للمرة المليون، المرة ما أعرف إيش قلت، المليار، هذا ليس له علاقة، مثل ما يتحدث الخزعلي وغير الخزعلي وغيرهم والمالكي وغيرهم، هذا الحديث ليس حديثا طائفيا وليس له علاقة لا بطائفية لا بسنة ولا بشيعة ولا بكراد ولا بعرب ولا أبدا، هذا له علاقة بالعراق، هذا حديث عراقي له علاقة بشخصية العراق، ما له علاقة بشكل النظام، ملكي جمهوري ما له علاقة. يعني هذه انتهت، هذه القضية انتهت، ما عدتم تستطيعون إثارتها. وحتى ذاك اليوم من قالوا الميليشيات ألقوا القبض على 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 مدري مؤامرة بعثية، العالم ضحكت عليكم. بعد 20 سنة أنتم تقولون البعثيين قادرين، بعد ما كلهم ذبيتوهم بالسجون وقتلتوهم وطاردتوهم، يقدرون يسوون انقلاب عليكم وتلزمون واحد أعمى مسكين شيخ عشيرة، رجل كبير صار له سنتين ما طالع من بيته، تعذبوه يموت وتقولون بعثي، ورا يومين تطلقون صراحة. شلون أطلقت صراحة إذا هو متآمر عليكم؟ هذا المعيب، هذا الشكل المعيب مع الأسف الشديد، هذا وضع العراق وهذا شكل دولته وهذا شكل من يتحدثون، هذا حقيقة من يتحدثون عن العراق بأنه انتصار للدبلوماسية وما أعرف شنو له دور، هذا واقع الحال. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.